زارت قناة اليوم مخيم تل أبيض لتسليط الضوء على النازحين الذين هجرهم الاحتلال التركي وفصائله الإرهابية، وتحدث النازحون عن جملة من الجرائم التي تمارسها تلك الفصائل الإرهابية. لنتابع. في هذا المخيم في ريف ناحية عين عيسى يقيم ناجين من انتهاكات الفصائل الإرهابية التابعة للاحتلال التركي. نجوا من الموت لكن الألم يلازم قلوبهم، وهذا ما حدث مع عائلة أم أحمد في قرية الدبس أثناء تسلل تلك الفصائل إلى منزلها بعد منتصف الليل. كنا نايمين الساعة 3 بالليل، سمعنا حس الرصاص، فتنا بالغرفة، صار الضرب جم وفاتم علينا جيش الحر. عندنا أبو راعي بيتي شايب طعنوه، حطونا كنا بالغرفة وخذوا، تملقنا ترجيناهم ولد ترجوا، قالوا هذا أبوي، كنا هذا، قلت هذا راعي بيتي. أمه انصرعت، أخذوا شحشطوا بالحجر، خذوا حفيان طعنوه، يعني ذبحوه قدامي. يعني اليماني راعي بيتي شنو ذنبه؟ راعي غنم، هذه بنت. الحال يصعب وصفها لعائلة فقدت معيلها ورزقها وسط معاناة النزوح. يعني اليماني وين بدي أشتغل تا أربي العيلة؟ يعني لا خلوا لي راع البيت ولا خلوا لي المال، خذم المال وراع البيت، يعني اطلعون عساس يحرقون. يعني اليوم لا، هم جيش الحر جايين يسوون، يعني جايين يحاربون أطفالي، جايين يعني حطمن معانيهم. أم محمد وجه آخر من أوجه المعاناة مع جرائم الفصائل الإرهابية. لم يبقى لديها سوى خيمة هي للنوم والطهو وكل شيء. كنا نايمين الساعة 3:15، فات علينا الجيش الحر، حطانا بالزاوية أنا وولادي، طالعم كل شيء، مصاري كل شيء ذهب عندكم، خلونا على العتمة نشغل الضوء، ما يخلون ولادي يصرخون، طلعم برا على حالهم، جم نهبا ما خلّم كل شيء، ذبحهم حماية قدامنا، نهبا ما خلّم إلا الولاد صابهم مرض، ويعني صار وضعنا تحت الصفر، وجينا هنا على المخيم والحمد لله ساعدونا. ولطالما وثقت منظمات حقوقية ارتكاب الفصائل التابعة للاحتلال التركي جرائم قتل وخطف ومصادرة أراض وممتلكات وتهجير قسري للسكان المحليين في شمال وشرق سوريا. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسل اليوم من الرقة فادي دخان، وأيضا ينضم إلينا من شمال وشرق سوريا جلال عياف مواطن نازح من تل أبيض. أهلا بكم يا ضيفي الكريمين. زميلنا فادي، يعني التقرير كفيل بنقل معاناة النازحين، ماذا تضيف على ما جاء فيه؟ نعم علي، هناك الكثير من المطالبات الشعبية التي تظهر ما بين فينة وأخرى في كافة مناطق شمال وشرق سوريا، من تظاهرات ومن تصريحات شعبية ورسمية أيضا من قبل الإدارة الذاتية بالتنديد للممارسات الممنهجة التي يمارسها الفصائل الإرهابية التي متحالفة مع تركيا، ومن أيضا عمليات تهجير وترويع للسكان الجالسين والآمنين في مناطقهم، وهم في النهاية سكان سوريون آمنون لا يقدمون أي عمليات ضد الحكومة في أنقرة، ونلمس أيضا رفض شعبي صريح يعني ضد هذه الممارسات. نعم علي. طيب زميل الفادي، ماذا عن أوضاع النازحين؟ كيف هي حالهم اليوم في هذه الظروف؟ نعم، هناك الكثير من العوائل المنتشرة في كافة المخيمات المنتشرة أيضا في شمال وشرق سوريا تعرضت لتهجير ممنهج ربما من أراضيهم ومن بيوتهم، وفي ذلك ما يعكس نية حقيقية لدى الحكومة في أنقرة لفرض سيطرتها على الأراضي السورية، وهو الأمر الذي ترفضه كافة أطراف الصراع في سوريا، من بالنسبة هنا نتحدث عن شمال وشرق سوريا، أما الحكومة في دمشق
الكل مجمع، كل الأطراف السورية تجمع على وجود احتلال حقيقي وتركي ممنهج لقضم المزيد من الأراضي السورية ضمن ربما خطة أو ميثاق قديم يتحدث به المسؤولون في تركيا. لذلك الإدانة الصريحة والواضحة التي نلمسها هنا لدى الشارع في شمال وشرق سوريا هي إدانة حقيقية لتصل إلى مجلس الأمن والمحاكم المعنية بحل النزاعات الدولية لإيقاف أنقرة عن تلك التجاوزات بحق المدنيين العزل، فضلا عن أنها يعني تقوم بقصف من خلال المسيرات التركية من خلال الأسلحة الثقيلة إلى مناطق وأراضي ومدارس وبيوت وتهجير المزيد من السكان. ونحن الجميع يوجه رسالة لكل متورط مع الحكومة التركية فيما يتعلق بموضوع المرتزقة الذين يعني يتقاضون رواتب من خلال القيام بأعمال عسكرية ضد أهلهم وأهاليهم في سوريا، إلا أن يتوقفوا وأن لا يعولوا كثيرا على الجانب التركي، لأنه في النهاية هو طرف دخيل على سوريا وطرف لا علاقة له بالأطراف المتصارعة، فليدعوا السوريون يعني يقابلوا مصيرهم ويحلوا أزمتهم بأنفسهم. طيب نعم علي. زميل الفادي، أنتقل الآن إلى ضيفنا من شمال شرق سوريا جلال عياف نازح من تل أبيض. أهلا بك جلال، هل تسمعنا؟ أهلا وسهلا، أهلا بكم، أهلين. أهلا بك. يعني سيد جلال، تحدث مراسلنا عن أوضاع النازحين ونقل التقرير أوجاعهم كاملة، ماذا يمكن أن تضيف؟ ما الذي يعني حدثنا عن ماذا كيف عايشتم مرحلة النزوح ودخول الفصائل الإرهابية التابعة للاحتلال التركي؟ أهلا وسهلا بكم. عايشنا النزوح من مدينة تل أبيض، احنا القسم الأكبر هو نزح باتجاه مدينة الرقة، محافظة الرقة، والقسم الأكبر هو نزح قصرا من بيته، من مناطقه، من عمله، ترك أرضه، ترك قسم من أطفاله، من أولاده، من عمله، من كل شيء. ذنبي أني أني جيت على النزوح أو نزحت من هالمكان، أني كنت مدير مخيم عين عيسى، كنت أعمل بعمل إنساني، بعمل خدمي، بعمل تطوعي للناس. هذا ذنبنا إحنا، وتشردت الناس، وحاليا أغلب الناس النازحة من منطقة تل أبيض ومن مناطق الثانية هاي كلياتها بمخيم تل السمن. طيب سيد جلال، سنتقل إلى زميلنا فادي مراسلنا هناك في الرقة، ماذا تقدم الإدارة الذاتية من مساعدات، وهل هي كافية للنازحين في المخيم، في مخيم تل أبيض؟ نعم علي، هناك للأسف أن الإدارة ما تقدم فادي العديد من القضايا التي يمكن أن تشرف عليها المؤسسات الإدارة الذاتية المعنية بحل وإغاثة اللاجئين هنا من مؤسسات، وخاصة هنا نود التركيز على موضوع هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل ومكتب النازحين أيضا. نعم نعم. ألو، تفضل زميلنا فادي، تفضل. نعم، الكثير من المساعدات الموجودة هنا لكنها بحسب المسؤولين في الإدارة الذاتية لا تفي بالغرض، وهذا مرده أو سببه الواضح إلى إغلاق المعابر. وهنا دعنا نتحدث عن معبر اليعروبية الذي لا يزال مغلقا في وجه كل المساعدات المقدمة لأناس كانوا بالفعل مدنيين وضحايا عمليات التهجير الممنهج التي تقع عليهم جراء الاعتداءات التركية وقضم المزيد من الأراضي. وبالتالي هناك دعوات حقيقية نلمسها لدى أغلب المسؤولين عن موضوع الإغاثة في الإدارة الذاتية لضرورة فتح المعابر فورا، وهنا لا يجب الكيل بمكيالين حسب ما نلمس من أقوالهم فيما يتعلق بمعبر، فتح معبر باب الهوى أمام المساعدات الإنسانية للنازحين من مناطق الشمال السوري في إدلب، وإنما يجب أيضا التركيز على أيضا بقية المعابر، ونركز على معبر تل كوجر اليعروبية لفتحه أمام المساعدات وتحييد الجانب الإنساني عن المهاترات أو الخلافات السياسية. وبالتالي لا يجب لأي طرف
من أطراف الصراع، والجميع هنا ينادي بالإنسانية، وخاصة أتحدث عن الحكومة في أنقرة بأنها تتذرع بأنها زعيمة في العالم الإسلامي وتنادي بحقوق الإنسان وإلى ما هنالك من قضايا. بالمقابل نشهد المزيد من عمليات التهجير والقصف للمدنيين فيما يتعلق بالسياسة اللي حاطينا قدام. نعم، أشكرك زميلنا من الرقة فادي الدخان على كل هذه المعلومات وهذه المداخلة أيضا. إذن سيد جلال، هل لديكم أقارب تتواصلون معهم في مناطق الاحتلال التركي في تل أبيض؟ طبعا القسم الأكبر موجود بمنطقة تل أبيض، ومن أهالينا ومن أقاربنا ومن كل الناس الموجودة. احنا انقسمنا إلى قسمين، قسمنا الأستراد هو باتجاه الجنوب قسم وباتجاه الشمال قسم. أني أطلب من المنظمات الإنسانية والمفوضية والكل يتوجهون باتجاه مخيم تل السمن، لأنه هو مخيم تل السمن للنازحين من تل أبيض ورأس العين، والخدمات تتقدم داخل مخيم تل السمن من الإدارة الذاتية، لكن تقدم خجولة لا تكفي. فنطلب من المنظمات ومن المفوضية ومن كل العاملين بالشؤون الإنسانية يتوجهون المخيم تل السمن لمساعدة أهالينا النازحين. طب ما هي أبرز احتياجات المخيم في هذه المرحلة سيد عياف؟ ما سمعت السؤال. أقول ما هي أبرز الاحتياجات التي يحتاجها نازحو المخيم في مخيم تل السمن الآن؟ طبعا احنا 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 بالشتوية صرنا، أصبحنا بالشتوية، الشتوية بدها الكاز والمازوت والإسفنج والبطانيات والمواد الغذائية وكل شيء. هاي إحنا مقبلين على الشتوية، والشتوية يجب أن يؤمن للنازحين قبل دخول الشتوية. لكن لحد الآن نتواصل مع مخيم تل السمن، التقدمة خجولة جدا ولا تليق بالناس النازحين قصرا من تل أبيض وراس العين. أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة من شمال شرق سوريا، جلال عياف مواطن نازح من تل أبيض. مشاهدينا فاصل أخير ثم نعود لمتابعة البرنامج.